بكرة رح اجتمع مع المحافظ وبحكي معك بعد الاجتماع. ماشي. أوه عدنان بيك؟ آه حبيبي أنت جيت ما شفتك. كنت عم خطط شلون بدي أخطرك من اجتماع بس هلا ما عاد في داعي. ما زبطت معك. مرحبا كيفكم؟ مرحبا. والله قد ما شكرناك يا عدنان بيك بيكون قليل. حركت كل رجال الأعمال بعد التبرع يلي ساويته. هذا واجبي. سمر خانم بتعرف التبرعات زادت 80%. حلو كتير. أصلا هذا بفضلكم. عم تشتغلوا كتير منيح. هنيكم. سمر خانم ساهمت بشكل كبير. أنا بفتخر فيها كتير. هلأ بشوف حالي ها؟ يلا بخاطركم. الله معك. الله معك. بخاطركم. يلا مع السلامة. شفت شلون عم يتطلعوا فيه؟ والله قد ما شكرناك يا عدنان بك بيكون قليل. عم يتحججوا بس مشان يقدروا يحكوا معك. بعرف. أنا حسيت بهالشي. طبعا حسيت بهالشي. لأنه فورا نبرة صوتك تغيرت. وطلعت فيه من فوق لتحت. أنت بتغاري علي؟ إيه طبعا بغار. وقفي وخليني أطلع فيهم منيح. طلع فيني هون أحسن مشلك عيونك. أهلا وسهلا. أهلين. أهلين بشير. الشوفير هلأ جاي ورانا. حط سيارتي بالكراج. ماشي. غريب مهند جاي بكيه.